بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قضية أخرى من القضايا الساخنة اللي بعض الناس ممكن تتكلم فيها، عشان بس لو سمعتوا كلام كده ولا كده تبقوا فاهمين، قضية اسمها التأله. التأله ايه دي الكلمة دي؟ تخوف؟ الكلمة دي مقبولة؟ في ناس كتيرة مش عارفة ايه دي، كلمة صح ولا غلط؟ وطبعا حتى في الانجليش ليها كذا تعبير. ثيوسس دي الكلمة اللي اصلها يوناني، لكن هي في ديفيكيشن دي او ديفيكيشن اللي هي تاخد من اللاهوت يعني، وفي حتى ساعات ناس بتترجمها glorification. وغض النظر عن المسميات، هي كلمة أولا لازم نعترف هي مش جاية في الإنجيل بحرفها كتأله، لكن استخدمت في أقوال الأباء. فبداية ما نقدرش نقول الكلمة غلط، ما نقدرش نقول كده، لأن في بعض المتشددين يقول لك الكلمة دي غلط وما جاتش. لا، جات حتى في كلام القديس أثناسيوس، جات وفي أكتر من قديس استخدم، لكن استخدمها بأنهي معنى وفي أي حدود، هي دي بقى الخطورة. لأنه ما تنسوش كلنا حافظين من سفر التكوين أنه أول حيلة للشيطان كانت إيه؟ تصيران مثل الله. فلو حد فهم الكلمة على أنها مساواة لله أو استبدال الله بالإنسان، يبقى طبعا غلط، وما ظنش حد فيكم هيختلف على دي، مش كده؟ لو هناخد كلمة التأله بالمعنى الشيطاني بتاعها، ان احنا نبقى زي ربنا مستقلين عنه، طبعا دي مصيبة. ما هو ده الإلحاد المعاصر، ما هي دي الوثنية، مش كده؟ لكن التأله بالمعنى البسيط قوي بتاعها هو الاتحاد بالله. ودي بقى هوريكم قد ايه الكنيسة موافقة عليها وشغالة عليها. فتلاقونا في الليتورجيات او في صلواتنا ما نستخدمش كلمة التأله، لحسن حد يفهمها غلط، لأن فرعون كان شايف نفسه إله، مش كده؟ في سفر الأعمال هيرودس قالوا له هذا صوت إله لا صوت إنسان، انبسط بروح. هذه التأله الغلط، هيرودس اعتبر نفسه إله وفرعون اعتبر نفسه إله، دي مصيبة. لكن هل احنا تألهنا؟ لا، تألهنا دي كلمة تخوف. لكن احنا خدنا الروح القدس؟ طبعا. يعني ربنا سكن فينا؟ أيوة. يعني بقينا أولاده؟ صح. كل ده اسمه تأله، فاهمين المعنى؟ بس احنا هنقول بقى الكلام اللي واخدين عليه بلاش كلمة تأله، لأن استخدامها ساعات يسحب في اتجاه فلسفي لخبطنا. لكن نقول احنا أولاده؟ طبعا، ما أولاده يبقى أولاد ربنا. فأدي المعنى التأله البسيط في الفكر الأرثوذكس، احنا في شركة مع الله. طبعا مش أبونا كل يوم يقول شركة الروح القدس. إذن القضية، هل المسيح جعلنا آلهة وبأي مغزى؟ إحنا المسيح جعلنا شركائه. شوف مثلا، لأننا قصرنا شركاء المسيح، دي آية. أيوة إحنا شاركنا المسيح، بس في إيه؟ يعني قدنا قد الروح القدس؟ لا لا، استنى، لا، لأنه خلي بالكم من الحيلة إنه كده في ناس بفكرها ممكن يشط كأنه الإنسان اترفع خالص وبقى زيه زي ربنا. لا، وما ظنش حد بيقصد كده، لكنه لو حد قصد كده بقى طبعا قمة التجديف على الله، لأنه في تعبير كتابي يقول مجدي لا أعطيه لآخر. بابا شنودة كان له حكمة لما رد على الموضوع ده من 30 سنة، قال حاجة مهم، قال الشيطان في موضوع لاهوت المسيح يمشي في اتجاهين، يقلل اللاهوت في المسيح فيطلع المسيح مش إله كامل، يرفع ناسوت البشر عشان يسويهم بالمسيح. فهمتوا بيعمل ايه؟ نقول تاني، الشيطان عارف ان الايماننا بالمسيح كاله حقيقي متجسد ده اساس خلاصنا، مش كده؟ المسيح هو مفتاح السماء، فالحته دي لازم يخبط فيها. طلع لنا اريوس يقول المسيح مش اله قوي، نص اله، ربع اله، تحت اله، شبه الاله بس مش ربنا. طبعا الاريوسيه مصيبه، طلعت شهود يهوه وطلعت مشاكل. وبيلعب لعبة تانية ساعات، يقول البشر زيهم زي المسيح تمام. بصوا برضو غلط، فهمتوا الفكرة؟ مهما ترقينا في النعمة، مهما خدنا نعمة ربنا، احنا ككنيسة نيجي القداس بعد كل العز اللي فينا
نقول احنا خطاء ارحمنا يا رب، مش كده؟ ما بنجيش الكنيسه نقول احنا الهه زينا زيك، لا لا، محدش بيعمل كده. تعالوا نفهمها اكتر. ربنا يسوع له المجد استخدم الايه دي. المزمور قال انا قلت انكم الهه، ودي طبعا بتعجبهم الحته دي المعترضين. وبنوا العلي، بقى الهه بمعنى ايه؟ بنوا العلي، children of the most high، ولاد ربنا. لكن مثل الناس تموتون، يعني هتفضلوا كبشر ايه؟ طبيعيين كبشر. وكأحد الرؤساء تسقطون. وانا لو اله هموت موتة البشر العادية، وهو انا لو اله هغلط، ما انا بغلط كل يوم. يبقى واضح انه حتى لو اعتبرت ابن لله، ده ما لغاش ان انا انسان ضعيف بغلط وبموت. ربنا يسوع له المجد كانوا هيرجموا لأنه قال أنا ابن الله. فقال لهم على فكرة، ده الوحي اعتبركم انتوا آله. قالوا له لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. الآية دي تؤكد أن اليهود فهموا أن المسيح بيقصد أنه ربنا، فكانوا هيرجموه. فقال لهم إيه؟ أليس مكتوب في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة؟ إذ قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله. يبقى المسيح قصد بآلهة إن اللي بيسمع كلمة ربنا ويقبلها هو خد نعمة كبيرة قوي، فصار ابنا لله لأنه قبل الكلمة وتعمد وبقى ابن لله. لكن مش آلهة بالمعنى الكامل ولا المعنى الحرفي طبعا. فالذي قدسه الآب، ده بقى حاجة خاصة بالابن، المسيح نفسه هو القدوس وحده، وأرسله للعالم تقولوا عليه مجدف لأنه قال ابن الله. يبقى في الفكر المسيحي التأله هو البنوة لله، وخلاص الحتة دي سهلة قوي. التأله إذا كنا هنفهمها معناها ببساطة إن إحنا مجد أولاد الله، عشان كده ساعات يسموها glorification، كلمة دي ألطف وأخف، يعني التمجد. طب وماله؟ ما الكتاب بيقول إن كنا نتألم معه إيه؟ نتمجد أيضا معه. إذن التأله في المفهوم المعتدل الأرثوذكسي هو الاتحاد بالله، والاتحاد بالله بيأتي بعمل الروح القدس في الأسرار. أنت اتحدت بالمسيح يوم ما تعمد، الروح القدس سكن فيك، ده نوع من الاتحاد. لما تاخد الجسد والدم يثبت فيك، المسيح بيثبت فيك، بتحيا به في اتحاد. فالاتحاد بالله فكر مسيحي خالص سليم مليون في المية. وساعات كلمة الاتحاد تأتي بكلمة الشركة، فيقول إيه؟ إحنا بنكلمكم ليكون لكم شركة معنا، فيلوشيب. أما شركتنا نحن مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. هل عشان إحنا بقينا شركاء نعمة ربنا، شركاء الروح القدس، شركة الروح القدس، شريك المسيح له المجد، هل ده معناه أنت والمسيح راس براس؟ لا طبعا، دي نعمة. يعني ربنا يسوع من اتضاع ادك روح، لكن هل انت بقيت قده؟ محدش بيفكر بالطريقة دي، واللي فكر بالطريقة دي بقى طبعا لخبط الدنيا وطلع برا الإيمان المستقيم. من ملئه نحن جميعا أخذنا، من الوحيد اللي فيه كل الملء؟ المسيح. هل انت كإنسان فيك كل ملء اللاهوت؟ لا طبعا، انت إنسان فيك نعمة ربنا، فيك روح ربنا، فبقيت ابن ربنا. هذه المعاني، بقيت متحد بالله، ربنا سكن فيك. كل ده كلام مقبول قوي، لكن لو هتاخد التأله بالمعنى الاكستريم كأنك بقيت إله، حاسب يا أخويا ده أنت بتغلط كل يوم، إله إيه اللي هيغلط وأنت رايح تموت في الآخر؟ يبقى دي مبالغات محدش هيقبل. بصوا المعنى الجميل ده، إن أحبني أحد يحفظ كلامه، ويحب أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. يعني الثالوث الأقدس يسكن في بيتك أو في قلبك، أدي شركة الروح القدس، أدي شركة الثالوث. يقول أنا في أبي وإنتم في وأنا فيكم. ومع هذا علاقته بالآب لا يمكن تكون بنفس درجة علاقته بينا. ليه؟ لأنه هو من نفس جوهر الآب. هل أنت من نفس جوهر اللاهوت؟ فاهمين المعنى؟ Divine nature يخص the Father, the Son, the Holy Spirit. The divine nature is not yours.
You are a human nature. بس أنت خدت نعمة الشركة أو الشيرينج أو الفالوشيب أو البارتيكينج أو البارتيسيبيشن، كل ده مقبول ككلام. مرة تاني بولس يقولها إزاي؟ يعطيكم بحسب غنى مجد تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. يبقى المسيح هيحل في قلبي وقلبك. طب دي حاجة كبيرة قوي. أيوة كبيرة قوي. دي اللي ساعات يسموها التأله. طب وماله؟ بس من غير كلمة تأله عشان ما نتلخبطش، قول المسيح في قلبي. ماشي، ما احنا بنقولها في التراتيل كتير. ما مش الروح القدس هو روح المسيح؟ طب خلاص، يبقى المسيح في قلبك بروحه. لكن ومع هذا انت ما بقتش مسيح بالحرف، لا، والمسيح ما بيغلطش لانه قدوس، لانه غير محدود، لانه قادر على كل شيء. دي صفات تخصه وحده، ما تخصكش انت كإنسان مهما خدت من النعم. وهنا القداسة يا جماعة تأخذ من النعمة أكتر وأكتر، فيبان عليك جمال المسيح أكتر وأكتر. لكن المسيح الكامل ملوش بديل، ملوش مثيل، هيفضل شخص وحيد ووحيد الجنس كمان. نفس معنى التأله ده اللي قاله أنا الكرمة وانتو الأخصان، كل غصن فيا يبقى حصل نوع من الايه، من الابايدن ديفاين، ابايدن مي، ثبات، فيكسيشن، يونيون، يونيتي، كل ده كلام مقبول، فالوشيب، شيرينج، اوكي، كل دي كلمات كتابيه مقبوله. لكن التأله ما جاتش كلفظه في الكتاب. تاني بقول جت في لغه الاباء عشان يورونا جمال النعمه، عظمه نعمه العهد الجديد، قد ايه اترفعنا رفعه كبشر فوق الملائكه بعد التجسد والفداء. ومع هذا ما حدش خالص من الآباء اتكلم عن المساواة بالله، أو أن الإنسان صار معصوما من الخطأ، أو صار إلها كاملا. ما حدش قال كده خالص في الآباء. أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. يبقى ده كله إيه؟ كل ده يتحط تحت كلمة التأله، بس الأفضل إيه؟ ما نستخدمهاش كتير لألا نتلخبط. شبه صورة الابن أيضا تقال على التأله. في كولوسي واحد يقول إيه؟ أراد الله أن يعرفهم مجد غنى مجد هذا السر الذي هو المسيح فيكم، which is Christ in you. Christ in you تعني you are the real Christ. No، ما كلنا فهمنا I'm Christian because Christ in me، his spirit in me. So أنا Christian، I'm Christ-like. لكن ما حدش فينا فهمها أن أنا بقيت المسيح. لا بالراحة شوي، لأن كده شرخت زيادة. دي الحتة اللي الكنيسة بتقول إيه؟ حسبه لحسن حد يمشي في الاتجاه ده ينسى روحه. لأنه لو بقيت كده، طب هترجع تقول أنا خاطي إزاي؟ هتعترف أنك ضعيف إزاي؟ هتسجد للأرض إزاي؟ هتحتاج ربنا إزاي؟ ما كل ده ما يتفقش لو أنت بقيت إيه؟ إله كامل. إذن خطورة استخدام المعنى التأله بدون حكمة إنه ده بيخلي الإنسان يصاب ببر ذاتي، بتعاجب، بافتخار، بكلمات رنانة براقة، كأنه إحنا بقينا آلهة، إحنا ضمننا السماء، إحنا خلاص الملكوت في جبنا، إحنا بقينا. يا عم بالراحة شوي، ده أنت بتطلع بعدها بساعة بتزعق. يعني خلينا واقعيين شوية، لأنه الناس ساعات تتكلم كلام شكله حلو قوي بس هو كلام في الهوى. واقعيا احنا تحت الألام وبنجاهد عشان نتشبه بالمسيح كل يوم. كمان ممكن يشوش على عقيدة الثالوث. يعني ايه؟ يظل الثالوث هو الثالوث ولا هينضاف عليه ربوع؟ يعني البني آدم هيتحط جنب الأب والابن والروح القدس في الأقانيم؟ حاشا طبعا. يظل الثالوث الأقدس يستحق العبادة والسجود إلى الأبد وحده. هنا كمان خلط بين مجد المسيح الخاص به وبين ما يخص المؤمنين من تمجد. يعني إيه؟ ربنا بيكرمنا، بيمجدنا، بيعلينا، بينورنا، لكن لن نتساوى معه أبدا، لأنه يظل هو الإله وحده بدون بديل. إحنا بقى في الليتورجية نقولها إزاي؟ صلواتنا بقى، صلواتنا تلاحظوا ما بنقولش التأله. حد فيكم سمع كلمة التأله في الإجبية أو في القداس؟ ما سمعناهاش.
ليه؟ يبقى كنيستنا واعية، هتدينا كل المعاني المظبوطة بس مش هتقول الكلمة اللي تحتمل الفهم الخطأ. تقول أعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونباركك. ما هو ده التقلب. كل يوم الصبح نقول له خلتنا أولادك، كتر خيرك زوكسا باتري. مثلا هلوم تفضل وحل فينا، بنكمل الروح القدس. هذه المعنى بتاع نعمة العهد الجديد اللي خلت ربنا فينا. رشم الصليب نفسه يعلن عن شركة الثالوث. باسم الآب لا يرى والابن بشاور على نفسي، مش أنا الابن، لكن الابن بقى ابن البشر، نزل إلى عالمنا، بقى واحد مننا. وبعدين أحط صباعي على قلب أقول والروح القدس، لأن روح القدس دخل قلبي. لكن رشم الصليب يعلن التصاقي بالثالوث، شركة الثالوث، لكن لا يعلن التأله. أنا ما بقيتش ربنا، لكن يديني نعمة، يديني قوة، يخلي الشيطان يتفزع مني. ليه؟ لأن أنا تبعه دلوقتي، حدش يقدر يكلمني، أنا تبع المسيح وهو أقوى من أي شيطان. مثلا في صلاة سرية يقولها الكاهن، ليصير تناولنا من أسرارك ليصيرنا. بصوا الجملة دي، دي من صلوات الكاهن السرية اللي ما تسمعوهاش. يصيرنا تناولنا من أسرارك المقدسة واحدا معك. يعني وإحنا بنتناول بقينا واحد معك، لزقنا فيك إلى الانقضاء، لأنك أنت هو ابن الله. يبقى تقله تاني، عشان لو سمعت الحوار الدائر على الكلمات الرنانة دي ما تنزعجوش. إحنا الكنيسة ما بتستخدمش الكلمة دي، مع أنها موجودة في كتب الآباء، تخوفا من الفهم المبالغ فيه، لكن بتستخدم المعاني السليمة زي التبني، زي شركة الثالوث أو شركة الروح القدس، لأن دي معاني مقبولة وسليمة.